بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة أسرار العارفين، معكم محمد علي. مهم جدا موضوع تطهير الجسد أو تطهير الجسد من أرياح الحسد أو السحر أو الإصابة بالمس العاشق، أو تطهير الجسد من اختراقات القرين ونشاط القرين، أو تطهير الجسد من أثار التابعة أو التابعة الوراثية. ده أمر مهم جدا إحنا بنغفل عنه. أنا اتكلمت عنه في حلقات قبل كده وقلت إن حلقات التحصين بتعمل على تطهير الجسد، وقلت إن إحنا ما نغفلش عن نقطتين في العلاج من أهم النقاط اللي إحنا لازم يلتفت إليها عند تطبيق برنامج علاجي. بعد ما انتهي من تطبيق البرنامج العلاجي فوريا إن أنا أعمل تطهير للجسد وأعمل تحصين وأواظب على أذكار الصباح والمساء. حلقة النهاردة خاصة بموضوع تطهير الجسد، يعني أنا لو ما عملتش علاج ممكن أعمل الحلقة دي، أتعمل الحلقة دي وهي كفيلة بفضل رب العالمين إنها تسبب الشفاء من أمر الله. طيب هل لو أنا مصاب وبنفذ برنامج علاجي من قناة أسرار العارفين أقدر أطبق الحلقة دي بالتوازي مع البرنامج العلاجي؟ تقدر تطبق هذه الحلقة مع البرنامج العلاجي اللي أنت بتنفذه. طيب أنا لو ما عنديش إصابة خالص وحابب إن أنا أحصن جسمي أو أرفع الحصانة بتاعة الجسم أو أرفع الحصانة بتاعة الروح، هل ممكن أطبق البرنامج العلاجي أو البرنامج التطهيري النهاردة اللي أنا هتكلم عنه؟ مفيش أسهل منه، وبرنامج سهل جدا جدا بسيط، يعتبر علاجي بحد ذاته وفي نفس الوقت تطهير وفي نفس الوقت تحصين. النقطة المهمة اللي أنا حابب دايما أذكركم بيها، أنا عارف إن أنتوا بتنسوا وأنا نفسي بنسى، موضوع تطهير البيت من الحاجات الهامة في تنفيذ البرنامج العلاجي. قبل ما أبدأ برنامج علاجي أعمل الكشف أو حلقات الكشف موجودة في قناة أسرار العارفين، وبعدين أعمل حلقة تطهير المنزل، وبعدين أنفذ البرنامج العلاجي بتاعي. طيب أنا عندي إصابة أو أنا شفت رؤية لما طبقت البرنامج الكشفي أو عملت حلقة من حلقات الكشف وشفت رؤية ومش قادر إن أنا أحدد الإصابة بتاعتي أو أعرفها إيه، هترجع لحلقة أسرار العارفين هتلاقيني شارح، و هبقى يعني اعمل معاكم على طول ابديت في الحلقات عن بعض الرؤى او تفسير الرؤى الخاصه بحلقات الكشف او تفسير الاحلام بصفه عامه ان شاء الله تعالى. طيب البرنامج العلاجي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده بيستغرق معانا 3 ايام، ده للشخص المصاب بالحسد او الشخص اللي كان مصاب بالحسد وعمل برنامج علاجي وحابب ان هو يطهر جسمه تماما. لان انا قلت قبل كده في حلقات السحر ان السحر هو عبارة عن استخدام للساحر لعنة الله عليه بعض الطلاسم بيوكل بيها أو بيسلط بيها بعض أنواع العوارض من الجن والشياطين على الشخص الهدف أو الشخص المستهدف بغرض الأذية أو أي يكون المسمى بتاعه في الأذية. لما بنحرق العارض أو بننتهي من العارض أو بيتم محاكمة الساحر أو إيقاف الساحر، يظل في الجسد آثار لهذه العوارض أو ثغرات كانت بتدخل منها هذه العوارض أو آثار لتردد هذه العوارض، زي بالضبط الشخص المدخن لما يقلع عن التدخين او حتى ان هو يمتنع عن التدخين مثلا 2-3-4 يرى في ملابسه او يعني يشم في رائحة الملابس اثار الدخان. فكذلك التعرض للسحر او التعرض للمس العاشق او التعرض لنشاط القرين بيحتاج تطهير للجسد. ده اللي احنا نشتغل عليه النهاردة. مدة البرنامج 3 ايام للاشخاص المصابين بالعين والحسد او اللي طبقوا برامج العين والحسد. للاشخاص المصابين بالسحر مدة تطبيق البرنامج بتاعهم 7 ايام، للناس اللي عندها المس العاشق القديم او الاصابات القديمة فقط 7 ايام بتقطع اثر المس العاشق بلا رجعة من المجربات القاطعة. 3 ايات اللي اتكلم عنهم النهاردة هما 3 ايات التطهير، وهنضيف عليهم بعض الحاجات اللي ترفع طاقة هذا الذكر بأمر الله تعالى. طيب طريقة استخدامهم ازاي؟ انا هقرأ لكم الايات دلوقتي بس هشرح طريقة الاستخدام. احنا بنجيب الناس اللي هي تطبق برنامج العين والحسد 3 ايام، الناس اللي عندها السحر او الاصابة بالمس العاشق او النشاط القرين 7 ايام، بجيب ورقة بيضاء، انا يكفيني ورقة بيضاء فقط في اليوم، وببدأ اكتب عليها 3 ايات. الكتابة تكون بحبر الزعفران. اخواني الكرام، في البرامج العلاجية المكثفة او اللي هي فترتها قصيرة بكون محتاج ان انا استخدم المواد بتاعتي مضبوطة صح، بكون محتاج ان انا استخدمها صح، ما ينفعش استخدم بدائل. انا قلت قبل كده ان انا لما استخدم حبر الزعفران ان الزعفران له طاقة نورانية، لان هذا النبات بينبت على اماكن في جبال مرتفعة وبيتغذى على الندى او بيتغذى على المطر، فانباته او زراعته بتكون بطريقة ربانية، وكمان هو يعتبر من النباتات الغالية جدا والنادرة جدا وليها اثر فعال واستشفائي رهيب لعلاج امراض الجسد وكذلك امراض الروح. فالكتابة بتكون بحبر الزعفران. طيب انا الزعفران هجيبه منين؟ الزعفران بتلاقيه موجود عند العطار، بس حاسب او خلي بالك لان في منه مغشوش كتير جدا، بيقعد الناس يعني عديمين الضمير
يقول لك والله اصل الزعفران ده مش عارف نوعه ايه وسعره ايه. طبعا في منه مغشوش كتير جدا. طب انا اعرف ازاي المغشوش من السليم؟ المغشوش بتلاقي لونه احمر قاتم، وبتلاقي الورق بتاعه بيكون عريض او زي الشرايط الرفيعه، ده بيكون مغشوش. او بتلاحظ في لون الزعفران المغشوش ان بيكون لونه فيه لمعه. الزعفران الطبيعي بيكون بتلات رفيعه جدا زي الشعر، بيكون لونه لا احمر قاتم ولا احمر فاتح، بيكون لونه وسط. هتشوفوا صورة دلوقتي أمامكم على الشاشة هتعرفوا، وبيكون ريحته طيبة. الريحة التانية لما بتيجي تشمه المغشوش بتلاقي ريحته معدومة، أو واضعين عليه بعض الزيوت أو الأسنسات أو مكسبات الرائحة علشان يغشك فيه. فالطبيعي أنت مجرد ما تلمسه هتشعر بيه، وأنت هتشوف قدامكم صورة للطبيعي وصورة للمغشوش. بجيب حبر الزعفران وبحضره في حلقة فصل العارفين عن كيفية تحضير حبر الزعفران، واللي مش قادر يحضره يقدر يطلبه من منتجات القناة. ولكن معايا ورقة بيضاء بدون سطور بكتب فوق هنا الصلاة على سيدنا النبي، وأنا أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية اللي إحنا بنقولها في التشهد عند الخروج من الصلاة، أكتبها مرة واحدة فقط، وبعدين أكتب بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة. خلي بالكم الكلام اللي بقولكم عليه ده هيتعمل كل يوم لمدة 3 أيام أو 7 أيام. فكل اللي انا بقول لكم عليه ده مش هياخد منك تحضير 5 دقائق. معايا حبر الزعفران، ما عنديش حبر الزعفران ومش قادر اشتريه، بجيب قلم حبر غذائي بتلاقيه بيتباع في السوبر ماركت في الركن الخاص بمنتجات التغذيه، او بتلاقيه في المكتبات في الركن الخاص بتاع الالوان بتاعه الاطفال عشان ما يسبب لهمش تسمم الالوان العاديه، فيبقوا عاملين اقلام الوان من الحبر الغذائي اللي ما يأذيش الاطفال. تقدر تجيبه من المكتبه او تقدر تجيبه من السوبر ماركت. تكتب فوق هنا زي ما انا قلت الصلاه على سيدنا النبي مره واحده فقط، بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، وبعدين هتكتب الثلاث ايات اللي انت هتشوفهم قدامك دلوقتي، اللي بتقول كل ايه اكتبها مره واحده فقط. الايات بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دي الايه الاولى. الايه الثانيه، هما ثلاث ايات فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآية رقم 3، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بكتب الثلاث آيات اللي انتوا شفتهم دول كل آية مرة واحدة فقط، يعني الآية بكتبهم مرة واحدة بس مفيش أكتر من كده. وممكن لو أنا حابب أرفع طاقة الآيات، لو أنا من الأشخاص المصابين أو كثيرين التعرض للإصابة بالعين والحسد، بضيف معهم بعد الثلاث آيات أكتب فقط سورة الفلق مرة واحدة فقط، وبعدين بكتب سورة الناس مرة واحدة فقط، وأختم بالصلاة على سيدنا النبي بالصيغة الإبراهيمية اللي أنا كتبتها. كده أنا جهزت الورقة بتاعتي لليوم الأول، ببدأ إن أنا أقرأ عليها الآيات كل آية 7 مرات. الأول الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، مفتاح نجاح الأعمال اللي احنا حافظناه في قناة أصالة العارفين، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعدين أقرأ كل آية من الآيات 7 مرات، وبعدين أقرأ سورة الفلق 7 مرات وسورة الناس 7 مرات، وأختم بالصلاة على سيدنا النبي 19 مرة. كده بقت جاهزة معايا الورقة بتاعتي أقرأهم، والورقة قريبة من الفم. أجيب الورقة وأحضر وعاء أو أي طبق زجاجي فيه مية طهرة، وأضع الورقة فيه وأتركها ساعة إلى ساعتين، وأشرب من هذه المياه صباحا ومساء. كده خلص اليوم الأول. أكرر نفس الخطوات اليوم الثاني، أكرر نفس الخطوات اليوم الثالث، وكده أنا طهرت الجسد تماما من العين والحسد، وأبطلت عنها شيطان العين والحسد. وما تستعجبش، طريقة سهلة وجميلة وبسيطة ولكن أثرها فعال. عايز أقول لكم إن الطريقة دي نافعة جدا لتزويج البنات اللي عندهم تعطيل أو مصابين بسحر التعطيل، نافعة جدا للبنات اللي عندهم ضعف في القبول من الحاجات القاطعة والقوية جدا المجربة بأمر الله تعالى. طب نيجي بقى للناس اللي هي عندها سحر التعطيل أو سحر وقف الحال أو سحر تعطيل الزواج، هل ممكن مع هذا الذكر أعمل شيء يرفع طاقة العلاج أكثر وأكثر؟ مفيش أجمل من سورة الكوثر إن احنا نضيفها مع الثلاث آيات التطهير، إن أنا بكتب نفس الخطوات السابقة وأمشي عليها إما 3 أيام أو 7 أيام. أنا نصيحتي للمصاب بالعين والحسد أو المصاب بالتابعة والقرين ينفذ هذا البرنامج 7 أيام، ولكن نتائجه القطعية بتكون من أول 3 أيام بأمر الله تعالى، ومن أول يوم أنت بتنفذ فيه هذه الطريقة. وأنا أنصح أن أنت تعملها بعد صلاة العشاء. الكتابة مش تاخد منك 5 دقائق ل10 دقائق، وضعها في الماء ساعة، وبعد الساعة أو الساعتين تشرب من المية وتمسح جسمك، ممكن ترش أركان الغرفة بتاعتك، انت هتنام هتصحى تشعر ان انت شخص اخر. بالنسبه بقى لموضوع
تعطيل الزواج او السحر بصفه عامه، بعمل نفس الخطوات، الصلاه على سيدنا النبي مره واحده فقط، الصلاه الابراهيميه بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، الثلاث ايات كل ايه اكتبها مره واحده فقط، اكتب سوره الكوثر اكتبها اما ثلاث مرات او سبع مرات، انا انصح بكتابتها سبع مرات، اختم بالصلاه الابراهيميه مره واحده فقط، اقرا ما سبق الصلاه على سيدنا النبي والورقه قريبه من الفم 19 مره بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، الثلاث ايات كل ايه سبع مرات، اقرا سوره الكوثر 45 مره، اختم بالصلاه على سيدنا النبي 19 مره عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وببدا ان انا اضع هذه الورقه في المياه واغتسل منها او ارش الجسد، وبعد ما ارش الجسد بتاعي اشرب من هذه المياه وانفذ كل يوم ورقه. مهم ان احنا نفهم النقطه دي مهمه قوي، الورقه ديت انا مش هعمل بها كميه ميه تكفيني الثلاث ايام او السبع ايام، لا كل يوم ورقه. طب انا هعمل ايه في الورقه؟ الاسئله بقى اللي هي الحلزونيه دي، اعمل ايه في الورقه بعد ما تنتهي؟ يا سيدي جففها واحتفظ بيها عندك، ومش هت... يعني مش تاخد عندك حيز، يعني احنا بنحتفظ بكراكيب كتير في حياتنا بتاخد حاجات مساحات كتير، احتفظ بيها وخليها عندك مفيش ادنى مشكله. بتبدا ان انت تعمل ورقه كل يوم لمده ثلاث ايام، او ورقه كل يوم لمده سبع ايام، انا انصح بالسبع ايام، ولكن اللي هينفذها ثلاث ايام هيرى النتيجه بتاعتها بامر الله تعالى. ممكن ان احنا نرفع الطاقة دي أكتر، حابب إن أنا مش مكتفي قوي، أنا عايز إن أنا أعيش يعني أخد طاقة هذه الآيات، أقرأها على مسك الغزال الأسود، أقرأ هذه الآيات كل آية 41 مرة، ثلاث آيات كل آية 41 مرة مع سورة الفلق سبع مرات أو 11 مرة، وسورة الناس سبع مرات أو 11 مرة، وأقرأ على الدهان، وطبعا يكون قريب من الفم ومفتوح، أقرأ على الدهان الصلاة الإبراهيمية 100 مرة من القواطع اللي بتعالج المس العاشق. يعني أنا لو جبت مسك الغزال الأسود فقط قرأت عليه لمدة سبع أيام كل يوم الصلاة على سيدنا النبي 100 مرة، الصلاة الإبراهيمية 100 مرة، واستخدمت هذا الدهان لعلاج المس العاشق، يقضي على أصعب إصابات المس العاشق مهما كان قديم أو مهما كان عنيد، بينتهي تماما. مزيد عن أسرار هذه الآيات هتلاقوها موجودة في حسابنا على الإنستجرام، هتلاقوا رابط الحساب موجود في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت تقدروا ترجعوا ليه، هتلاقوا المزيد عن أسرار هذه الآيات مشروحة بالتفصيل في حسابنا على الإنستجرام. والناس أصحاب تجارب الشفاء اكتب تجارب الشفاء عشان تشجع غيرك من إخوانك في قناة أسرار العارفين، ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، اعمل شير وبقوة، الدل على الخير كفاعله. ما تنسوش تتابعوني محمد على الانستجرام عشان تشوفوا من تجارب الشفاء ومنتجاتنا في الأحجار الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله.